من كانت تخطب لابنها فلا يوفق في إتمام الزواج، أو تخطب ابنتها كما حالها ولا توفق في إتمام عقد الزواج والخطبة وكذا. دائما يحال على العين، هل هذه الإحالة ابتداء صحيحة شرعا وعقلا، ثم ما التوجيه لهم جميعا؟ على كل حال، ما يجري من شكوى بعض الفتيات وكذلك بعض الشباب، والغالب في الفتيات انه انا يجين وتتم الامور ثم لا يتم الامر، يجين واعجبهم ولا يتم الامر، فياتي من يقترح عليها بانواع من الاقتراحات انه هذا ان هناك سحرا او ان هناك عينا او ما الى ذلك، وهذا كله ينبغي ان يعرض عنه. ما في شيء يثبت، يعني لا يمكن إثبات هذه الدعوة. إذا كان الإنسان يشعر بأعراض أخرى أو عنده إشكاليات أخرى فهنا يستعمل القرآن، ما في مشكلة، لكن أن تزيد الطين بلة، يعني عندما تشخص هذه الحال بأنه سحر، أو يعني قد يعطي الإنسان مبرر لنفسه وطمن نفسه أني أنا لازم الفتيات أني أنا مرغوبة، بس في سحر أو في عين هو اللي مو مخلي الناس يتم الموضوع، لكن هذا نوع من الخداع ونوع من فتح مشروع ما له نهاية، ما يمكن يعني إنهاء الأمر. ال 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 الواجب فيما إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه مصاب بعين أو بسحر بعوارض غير موضوع، والله يجي أحد الزواج نصيب يا أخي، ما فيه شيء يتعلق بـ 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 بالأسباب أحيانا واضحة، قد يقدم الشخص ويرى الفتاة وتعجبه ثم ما يتم الموضوع لأي سبب، ما يتم، ما هو لازم لأجل عين. وأحيانا يقولون الناس الذين جاءوا لرؤية الفتاة، والله ما مثل بنتكم، بنتكم جميلة قمر، مجاملة يعني، حتى بس والله ولدنا يعني ما ارتاح، ولدنا يعني هم لابد أن يقدموا بهالتقديمات حتى ما تنفصم عرى الوصل بين الناس، فنوع من المجاملة يعني، فما يعني الواحد ياخذها بجد انها ما مثلنا، وكل ينظر الى المقصود حولها وانه يعني على الغرض الاساس انه يعني ما يصلح التشخيص في مثل هذه الامور بالعين والسحر وما الى ذلك، لا سيما اذا كان فقط الموضوع يتعلق بين والله يجلس واحد، انا اعرف بعض الفتيات قد ياتي لها عشره بس ما عندهم ما يعني توفق. ما توفق، هذا يعني مثل اللي يدخل اختبار ويخفق، يدخل اختبار ويخفق، قد يذاكر ويراجع، يعني أنا أعرف من يدخل اختبارات 5-6 مرات ولا ينجح مع بذله الجهد بس ما نجح، الشكوى إلى الله. هذه أقسام وأرزاق، ينبغي الإنسان أن يبذل السبب، يعني إذا جاء أحد وطق الباب الله يحييك تفضل، لكن لا يعني أنه إذا تفضل خلاص سيكون المطلوب. أليس من الناس من يتزوج ويحصل أن بينه وبين امرأته لقاء ويبقون لسنوات ما يولد لهم وهو سليم وهي سليمة، ثم بعد 10 سنوات 15 سنة هل هذا يقال سحر؟ هذا ما أدين الله، بس انتهت السالفة، لا نحتاج إلى أن نشخص ذلك بنوع من الأمراض. طبعا القراء هداهم الله وأصلح أحوالهم، الرقاة عندهم شيكات مفتوحة للتشخيص، عين سحر مس عاشق وشي قالت تابع. يعني يا أخي طيب. أنا عندي أنه هذا نوع من الجناية على الناس، طيب يعني جناية، يعني ما في، لما تقول يجيك الحين واحد يقول لك الشيخ ناصر أنت فيك عين، قالوا لي ترى، طيب ما يخالف ترى معيون أنا يعني معيون قالوا فيك سفعة أو بك جني بعد، أيوة استغفر الله العظيم سلاحي. طيب شيخ معليش أنا لحظة، طيب يلا كيف تتصرف لما يقول بك جني؟ ماذا ستعمل؟ أقول تعال اقرأ علي، ولو قرأ عليك ما طلع بك شيء؟ لا هو جاء وقرا علي، ما يخالف اقول لك يعني ولا طلع شيء، ما طلع يعني، لا هو فيه بس انه يحتاج قراءه طويله ونحتاج يعني حتى لو ما شعرت بشيء يعني يجيك انت اذا طلعت من يعني عفوا انا مره رحت لواحد مرافق لقارئ لمن يقرا عليه، أيوة. فلما انتهى قرا عليه جاء لمي وفتح الزرير وقرا علي يا اخي ما له داعي، انا ما طلبت قراءه ولا هناك ما يوجب القراءه، فلماذا هذا التشكيك والتشبيه على الناس بشيء ما يمكن؟ احدهم قال ممكن. فيك سفعه، الله اعلم ما ساكت، وراني مرت قال فيك سفعه بقرا عليك، وقرا علي وطلبك شيء، تحس بتنميل ويقرا قلت له ما احس بشيء، قال تحس بالم حراره؟ قلت لا،
قال لا أنت يبيلك تركيز. هذا هو يبيلك تركيز، يعني تعال له مرة ثانية وافتح مشروع قراءة وعطل نفسك. طيب نفرض جدلا شيخي أن هذه الفتاة أو ذلك الفتاة يعني على الغاية في الجمال والكمال ما شاء الله تبارك الله، وفعلا في عين ما هو يا أخوي إذا صارت جميلة ما يعني أن تروح أن تتزوج، ما يلزم التوفيق. يعني قد تكون التوفيق يا أخي ثم بعض الناس والله يقول أنا شفته جميلة، يقول شفته وجميلة لكن ما في شيء اسمه قبول، في شيء اسمه قبول ارتياح يعني ما هذا أشياء أخرى. فبالتالي يعني لا يعني مثل لو تقول والله تقدم لنا غني، هو كل غني يجي يقبل، يمكن غني لكنه أخلاقه رديئة، يمكن البنت ما تقبل شكله، يمكن أسباب أخرى للرد، فيعني لا يلزم أن يكون ثمة. معلش أنا والله أريد أخدم هؤلاء صراحة الله هم كثر. الآن افرض الشيخ نفرض أنهم يا عين مثلا نفرض أو عدم توفيق، هل يمكن من توجيه لدفع مثلا نقول توفيق عدم توفيق وهذا قضاء الله عز وجل يستسلم المرء له، أو ما توجهونه لأجل أن يرد القضاء؟ أنا الله عز وجل وتصبر يدعو الله ولعل الله مأخرها الخير، لعل الله أخرها لخير فلا تعلم كم من بنت تجلس يجيها واحد واثنين وثلاثة، ولو راحت مع أحد هؤلاء كان شافت نجوم الضحى لرأت ما تكره من معيشته، لكن يجيها بعد سن من بعد زمن من يسعدها وترتاح معه.